شان متصل إن أيضا حذرت الحكومة اليمنية من استهداف ميليشيا الحوثي لخطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وقد أوضح الناطق باسم الحكومة راجح بادي أن ميليشيا الحوثي تخطط في حال هزيمتها لتنفيذ أعمال إرهابية من خلال تفخيخ المباني الحكومية ومنشآت اقتصادية كميناء الحديدة، كاشفا عن نوايا الميليشيات باستهداف خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وتفجين خزان صافر العائم في رأس عيسى الذي يحتوي ما يقارب 1,000,000 برميل من النفط الخام. في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والحقوق المتعارف عليها، قامت ميليشيات الحوثي بالسيطرة على سطح مستشفى مدينة الحديدة، وهو ما تتخوف منظمة العفو الدولية من أن يكون خطوة لاستخدام المرضى دروعا بشرية تقيهم ضربات محتملة من التحالف العربي. مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سماح حديد استنكرت بشدة احتلال الميليشيات للمستشفى، وهذا بالتحديد ما حصل، فقد أكدت مصادر طبية مقتل العشرات من الميليشيات بعد أن طوقت قوات الجيش اليمني المستشفى ودخلت في اشتباكات ليلية معها. ويبدو أن درء ضربات مقاتلات التحالف بات هدفاً للميليشيات التي لم تعد تبالي بطبيعة الأماكن التي تحتمي بها. وكان الجيش الوطني وبدعم من التحالف قد تمكن من التقدم في بعض محاور المدينة التي تعد آخر معاقل الميليشيات على الساحل الغربي. تم اقتحام القولة وتطهير المباني، العدو هرب في قتلى وجرحى، والآن جاري التقدم إلى أعماق الحديدة. يعني يا أما يسلموها بالسلم يا أما بنشلها بالقوة. مصدر عسكري في الجيش الوطني قال إن ما يعيق تقدمهم هو فقط الألغام التي دأبت الميليشيات على زرعها في الشوارع. يمنى جلاصي الحدث. أصدر الرئيس اليمني